نرجع تاني لالتهاب الانف. رشح بقى، واحد عنده رشح، انا قلت حاجه، اول حاجه للرشح ايه؟ مر بطارخ. انا جربت للرشح والناس اللي عندها زكام وعندها مناخيرها مسدوده ودانها مسدوده، واليومين دول ايام البرد، اعمل ايه؟ انا بجيب نص معلقه بن، نص معلقه بن لسه شايله، بن ساده، نص معلقه بن. البن معروف يا جماعه في كل بلاد العالم، مش كده اللي بيقول عليه كافي، بس انا بتكلم على بن، مش ايه، مش نسكافيه، ممكن يكون محاول قهوه. فبجيب القهوه واحط عليها نص نص معلقه قهوه على كوبايه ميه سخنه، ما بعملش بقى فنجان وكنكه، وبجيب سبرتايه والشغل بتاع العواجيز ده، شغل العواجيز ده خلص، شغل العواجيز ده خلص بخلاص العواجيز اللي مات منهم خلاص، شكرا لا. بنحط بقى نص معلقه بن على كوبايه ميه مغليه، عليها ها نص ليمونه متقطعه بقشرها. الزكام، الرشح، الم الودن، اي مشكله انا معايا بيحسن لي الهضم، لو مش عارف اخش الحمام بشرب كوبايه الكشري القهوه ده او القهوه الكشري على الليمونه بخش الحمام، يسلك لي كل حاجه كده. خدنا اسعاف اولي لمين؟ القهوه زائد الليمون، وممكن قشر الليمون زائد مبشور، مبشور الليمون زائد عسل نعم. بجيب ليمونه ابشرها، ليمونه ابشرها وعليها معلقه عسل، وكل ساعه ساعتين باخد معلقه. ينفع ده للاطفال طبعا. ممكن اجيب حاجه تانية، لبان دكر، لبان دكر، لبان دكر بيسموه كندر، ساعات بيسموه لبان دكر ابيض كده حتت حتت، لبان دكر ها. ولبان الدكر ده ممكن احط منه معلقه على نص كوبايه ميه، بتدي معلق ابيض كده سسبنشن، بدي للطفل معلقه كل ساعتين ثلاثه لغايه ما زوره يفك ومناخيره ودانه. اظن مفيش احلى من كده يا جماعه. هو سريع، سريع جدا، سريع جدا. انا عندنا اطفال عرقت وسخنت و و و و ومضاد حيوي وحقن ومضاد حيوي وكذا وكذا، والاخر جيب له نص معلقه مر بطارخ، نص معلقه في معلقه عسل ودانه وعرقت، وعم نفس الدور بتاع المضاد الحيوي والحقن. الحقن يبقى خدنا كده ايه؟ خدنا كده قشر الليمون زائد مبشور العسل كل ساعه، وخدنا منقوع لبان الذكر كل ساعتين، وخدنا القهوه كشري زائد ليمون كل 3 4 ساعات. كل ده بيعالج البرد والزكام والتهاب الحلق والتهاب الاذن. واللي يجرب كده يدعي لي، اللي يجرب يدعي لي يا جماعه في كل بلاد العالم، اللي يجرب يدعي لي. نرجع للنزيف. لو انا عندي نزيف لثه او انف، نزيف اللثه او الانف، لو انا بنف جامد وتعورت يبقى ده اساءه. في ناس بتقعد تنف جامد تنف جامد لغايه ما تجيب دم، ليه كده؟ تعذب نفسك ليه؟ انا عندي مناخيري مسدوده بالراحه، مناخيري متعوره، ما تقعدش تعورها والقشره تتعور، بتعمل في نفسك كده ليه؟ ففي ناس بتعور نفسها بنفسها. انما لما اقول لو انا قمت من النوم لقيت اللثه بتجيب دم او مناخيري بتجيب دم، لا مشكله ثانيه، ممكن يكون ضغط مرتفع، ممكن يكون مشكله في عوامل التجلط، ممكن يكون مشكله في الكبد، ممكن لا ده عايزه تتكشف. لكن انت عورت نفسك، واحد بيسلك سنانه فعور جاب دم، ينفع كده؟ يبقى انا بقول لك لكن نزيف اللثه والانف اعرف السبب، هل هو ضغط عالي، ضغط مرتفع فبيجيب نزيف، هل هو ضعف الشعيرات الدمويه، نقص فيتامين، ساعات نقص فيتامين بيجيب دم، نقص فيتامينات، برافو عليك، يعني نقص فيتامين، بياكلش سلطه خضراء فبيجيب دم اللثه، بيجيب دم اللثه عشان ما ياكلش سلطه. وفي ناس بقى بتجيب دم اللثه بقى اكبر من كده، عندها لوكيميا. فاذا اي حد بيجيب دم اللثه مش هيسكت على نفسه، صح؟ يبقى اي دم اللثه خضراء. نرجع بقى لو انا اتجرحت، اتعورت، كل واحد فينا مسك سكينه موز بيبر القلم بيعمل يروح عور نفسه خلاص. لو انا عندي شريط طبي لاصق على طول، جرح صغير اهو، ادي اللزقه بتاعتي، نظف الجرح بسرعه وشريط طبي لاصق وايه، الزق الجرح لغايه ما تطلع المستشفى. لو الجرح اكتر من 1 سم لازم يتخيط عشان وخياطه تجميليه، كلام جميل وواضح. لكن لو الجرح صغير يعني سن ابره ولا شرطه صغيره نص سنتي يعني مفيش داعي للخياطه ولا ايه، انما ممكن اول الشريط اللاصق، بس تاكد ان الجلد جاي على الجلد، تاكد ان الجلد جاي على الجلد خلاص. طيب ده بالنسبه لايه؟ الشريط اللاصق للجرح. طب تعال نقول افرض ان انا مثلا عندي مش جرح قطعي، ما لو جرح قطعي سهل احط طرف الجلد على طرف الجلد سهل، وعندنا مثلا طفل وقع فاتجرح 6 7 ورز على طول، لحقنا باللاصق الطبي لزقناها لغايه ما راح فين؟ المستشفى. المستشفى عملوا يشالوا اللاصق وعملوها 7 غرز جراحه تجميليه وكان مفيش في دماغه حاجه. لكن تسيب بقى وتملى بن والجرح يتسع، انت عملت تشوه كده يا دكتور. الكميات اللي يجيبوا منها قد ايه؟
ما تزودش عن 200 جرام، ربع يعني كيلو. انا اجيبها في رف ولا احطها في البيت ولا اجيبها في قد ايه؟ اعملها فين؟ لا ما انت الصيدلية. انت هتجيب الصيدليه زي ما هي معموله كده ان شاء الله يا رب، رف واحد اتنين تلاته مثلا. يعني يعمل رف عنده ويقفل عليه بس وقفل ما قفلش هو قفل، والحمد لله يا جماعه. اصل في ناس كانت بتشكك في الاعشاب، يقول لك ايه الاعشاب وملوثه، ويا عم كل ناشف طار يا حاج، هو بس لا تفسد الاعشاب الا اذا بللت. والا اذا قعدت كتير بقى. الا اذا قعدت كتير بقت اكسبايرد، اتغيرت يعني ما بقتش مفيده، انما احنا بنجيب فريش فريش. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون احسن، ان كنت قد احسنت فضلا برحمته. قل بفضله. شغل اللايك. الشير. الشير ازاي؟ لا مش طيب شغل اللايك. هو كده يعني ايه؟ لا ده كده اللايك. كده وحش؟ طيب شغل اللايك كده. جرس. وشغل الجرس. والشير. وشغل الشير، شير كده. شير كده. المكان العيلة يا جماعة، والله العظيم. العيادة؟ لا مكانها مدار رمسيس، ما تخش على جوجل يا اخي. ده مر بطارخ، ممكن مر بطارخ، مر بطارخ ده خلي بالك معايا، مر بطارخ ده من اجمل واحلى اعشاب الدنيا، يعني تقريبا لا يوجد عشب اجل من هذا العشب اللي هو مر بطارخ ده. مر بطارخ ده يعني لو عندك مشكلة في مناخيرك يسلكها لك، حتة مر بطارخ نص جرام. ركز معايا. مر بطارخ ده لو عندك مشكلة في مناخيرك في زورة يحلها. مر بطارخ ده بالنسبة للأنتيبيوتكس أو أنتي فيرال أو كده يعالج المناخير، يعالج الزور، يعالج الود. مر بطارخ، مر بطارخ يعمل إيه؟ مر بطارخ ده صيدلية الغذائية السريعة، وآدي القرنفل. المر بطارخ خلي بالك معايا، المر بطارخ ده ممكن أنا لو عندي سوء هضم وعندي معدتي تعبانة وأمعائي تعبانة بمضغ حتة مر بطارخ قد مثلا حبتين اسبرين، معدتي تروق فورا، الاخراج امساك اسهال يتعدل فورا. مر بطارخ ده انا جربته عن نفسي، وطبعا انا ما باخدش كلام حد، انا بقالي 40 سنه بعمل تجارب، انا عندي 60 سنه، الدكتور جوده محمد عواد عنده 60 سنه فبقاله 40 سنه عن تجارب، يبقى عمره ما هيتكلم على حاجه الا ما اكون صح. يبقى دي اول حاجه في الصيدله الغذائيه اسمه ايه؟ مر بطارخ. اسمه ايه؟ مر بطارخ، بيسموه بالانجليزي مره. مره طلعوا منه في الصيدليات حاجه اسمها ميرازايد، حبوب. واحنا عندنا دلوقتي هقول لكم على كام عشب تحول الى حبوب. يعني دلوقتي الميرازايد ده عباره عن مر، مره. هل في الصيدليات مر؟ اي والله اسمه ميرازايد، مر، مره. امسك ده، تعال نشوف بعد كده. انا قلت قلم السنان، يا اما تحط حته مر يا اما تحط حته ايه؟ قرنفل. عندي التهابات، ركز بقى معايا، التهابات لثه، التهابات سنان، لساني ومورم. جاني ناس العياده عندها اورام في اللسان واورام في اللثه، عارف ايه اللي يفكها بسرعه؟ ثلاث حاجات. عندك بن ساده، بن ساده. البن الساده ده، البن الساده ده كان زمان لما اي حد يتجرح، اي حد يتعور يجي له جرح، على طول نسد الجرح بايه؟ بشويه بن. دلوقتي انا جربت البن في علاج قرح اللسان واللثه، عندي ناس عندها سرطان لسان وقرح لثه، مفيش حاجه سكنت الالم ده خالص غير حته شاشه او قطمه صغيره وعليها شويه بن. بن سهله، بتشيل الام، الالام السرطانيه. كلام كبير قوي اللي بقوله النهارده، الالام السرطانيه للثه للسان، حتى اللي عندها سرطان ثدي، سرطان ثدي بجيب لها شاشه وعليها نقطتين عسل واحط عليها شويه بن واحطها عليها وعليها شاشه. عندها الام تحت بطها، في ناس اليومين دول بيحطوا برفانات وبيحطوا مزيلات عرق، مزيلات العرق والبرفانات عشان تشيل ريحه الباط، بتعمل خراريج والتهابات في الغدد الليمفاويه، وتروح للدكاتره ها ده اورام سرطانيه وعينه، وهو بحط حته قطمه او شاشه عليها شويه بن. طبعا ممكن اقول بعد كده احط شويه ميرازايد، احط شويه مر بطارخ، لكن البن سهل وموجود في كل بيت، صح؟ احط حته بن وعليها بتمتص الصديد والايه وتروق، تروق. ادي البن. لا مش نسكافيه، بن. النسكافيه مستخلص البن، المادة المركزة الموجودة في البن الطبيعي بتاع ربنا أحسن.